اللي يحطح على يديه وما كاين شكون يعاون. خصني نجمع الدراري ونقول لهم باش نعاونو كل اخباركم شنو؟ بحال الاخبار جديد بقى بميكتا اخبار زين ولا شنو؟ لا خايبه شويه كيما اللي كتجيب الاخبار اخبار الياس راه طاح على يدي و تشارلز وخصو عمليه ومشكله طبيبي الا ما شهور سواه الطبيب قال كذا الا ما سجلتش هما الاولين ما يديرش في عمليه لا خاصنا نجمعوا لي فلوس خاصنا هذا الدري بزاف خاص كل واحد شحال خاص بزاف مليون مليون صح كل واحد يساهم شويه باش انا بالروج ولا الياس الشير بيناتنا حنا بيناتنا حنا لا احنا حنا هذه ان شاء الله واحد 2000 درهم خاص انا بعد 2000 درهم وشوف خاص كل واحد يعطي شي حاجه 2000 درهم شحال بقات من 1000 درهم وانا نعطي 50000 ريال انا 60000 اللي كان المهم حنا نساهموا صافي ان شاء الله ان شاء الله حتى الغدا ونتلاقاو صافي بصح الداعي يسكن جالس مو هذا بقى دخلنا الشيك بحال هذاك الشيء دخلنا الشيك خفت حتى الداعي يدنا فلوس لا لا بالروج ولا ابراهيم احسن نكمل ب 60000 نقدر نزيد عليها 10 كان بقى في الحقيقه ما كرهتش اخويا ساهمنا ليه جمعنا عليه واحد البركه راك عارف هذيك شوفوا الدراري فين غادي نلقاو كنا مريحين هنايا نقلبوا عليهم واش نقلبوا عليهم ولكن بالله شي واحد حاجه خصنا نحيدوا الدراري اللي ما بغاوش يتيقوا اللي قال لك هادشي كذوب وهادشي حنا كندوي معاه الحق خصنا الياس ما تخافش هذاك الشيء باش اللي غادي نجمعوا غادي يمشيو معانا فهمتي باش ما نقولش راه شيناهم ولا دينا الفلوس ومشينا خصنا نمشيو باش يساعدو ضروري خصنا يدوه معانا هذاك الشيء اللي كنقولو الدراري ما عرفناهم فين غيكون ماما هادشي اجا الريحه كونيكتي واش اخويا عندنا هذاك الشيء اللي درنا قال لي ابراهيم راه عاود لي المشكل امين قلتي قال لكم عاد في الحقيقه بقى فينا صافي اخويا انا مشيت تقعد شي حد دار شي زاد لي امين واش حنا راه انا وسميت رجعنا شي بركه واحد حمزه وحمد جامرة اخويا حمزه وحمد الحقيقه اخويا ابراهيم ما تلاقيش معاهم البارح كيقول لك شي حاجه ماشي شي بركه ولا شي حاجه لا لا البارح الا كنت معاهم كندوي معاهم بخير واخويا قال لك كتكذب عليهم دابا انت امين عندنا المولي شاقون وياك داك الشيء علاش كنقول لك انا قبل انا مصباح كنقول لك الدراري ما غاديش يشاقون بصح ميسي يقول لهم انا داري خصني نواجههم واخا هكا نمشيو عندهم غنفهمهم ونقول لهم هادشي راه ما كنكذبوش عليكم ناري دابا خونا الياس طاح مسكين على اليدي دابا جمع الفلوس انا وابراهيم وعدنان محال وش يبغى حمزة وحمد يجمعوا معانا والله ما عارف شنو اللي كراري يا عمام السلام عليكم فين اخو ابراهيم هاني الحمد لله بخير لاباس مشاح هاني عدنان خويا لحظتك اخ وحشناك اخويا عدنان ايش هذا وسام الدار ما تبنتي لي ماشي هو هذا شاش ماشي نجيك نخمم هذاك خونا الياس مسكين طاح على اليدين والله يجي جاي وكنخمم ديما مسكين كنخمم ديما كلشي كيفكر لي كيفاش غادي يجي وانا درنا اللي علينا انا وياك وعدنا جمعنا على اللي كاين هذوك اخويا هذوك ما عرفتو واش خو ودربهم باش يديروا معاه مزيان شياطين خويا وجوم احمد وحمزه مبغاو شي هذوك هما ولاد الدراري درب تعول عليهم بحال هكا ديك النهار فاش قلتي لي كيدوف بغيت نواجههم اخويا والله ونشوفو يكونوا خارجين المدافع نقدروا القانون خارج ماشي كنا مريحين غير هنا يكونوا مريحين غير هنا يلا نمشي يكونوا في هذيك البلايصه يقدروا يكونوا في كوان نزيد يلا نمشي يلا نمشي شي داك خونا سيتو مصيف لنا ما عرفتش شنو هو شي صافي انا مشي ليها وكيصافا ورجع عندها اخر ديال الطحادينه طحادينه اخويا اشوف السما
القى خدمة صح هاي قال قرض صح خلي يجي عندنا يشوف شنو واش يوقع عليه واش يا ابو لا برا اه سلام سلام شنو السلام ماكينه سلام الاول الراجل واش ادير الرجل علاش ادير الرجل حنا كنجمعوا الولد ضربنا وانت ما درتش واقف عايل ما بلا ما والو في الاخر كدوب فيه ورا الدار يعني واش دير خو ابراهيم قلت لك راه كاين كما كان سعدنا كما كان سعدنا نعسي لو كان تيقتل ما كان تيخبى عليا واش كانت خاصك دابا كيفاش ما كيفاش خاصك واش ديك اصلا سريح لا صعب ملي الياس دخل الناس بقات تقريبا دابا 6 شهور بزاف غبر علينا ملي مرض ما انا كاع شنو مسكين اخويا الله يكون برادو غير صخايبه اه السلام عليكم فين اخونا ديم الجاح وداد اخويا عندنا محجه حاجه اخويا الياس ديال امور ثانيه اخويا ابراهيم كبير اخويا ابراهيم وداد اسمح لنا اخويا ابراهيم داك الشيء درنا لك اخويا والله متاسفين لك اخويا اش قصدي تدس 3 شهور عاد جايبها تسامحوا معايا لا لافوش لا لافوش اخويا اسمح لنا اسمح لكم انا وليت ما نخدم تقول بيه اخر مره مروان هذاك اللي بارك شما الله يلاهو فين مروان فين اخويا بخير واش واداك صح بديت اخويا واش وين نسولك اخويا باقي ما شتيش لا ما خمشوش وي الله يمش راه قالوا لي راه خرج من السبيطار ليت وبراش اه جانا بنشوفو اش بان لك مشيو دابا نلقى وحده دارهم ماشي شوف قدوا لقاو يلا نمشي واجي نشوف واحد دار اه راه هو مريح هو عندنا ياس فين اشوف قاش يا خويا ليه شويه اخويا راه قال لي ابراهيم هذيك الواقع على طرات لك اخويا الحمد لله كشابه المكشاب والله انا عارفين الحال والله يشفعك بزاف اخويا هادشي الدراري معنا الكبار راك عارف اللي كاين اخويا راك في الشباب واش اخويا باقي واداش مشاهد شويه شويه اش اش انت مع الوقت راه شغل ديال التشاتا راه مسرقوا ويلي توحشني يا ماشكورا توحشني عقاش عقاش انا طحت في الكوره يا ملي ياك بعدا انت مزيان الله يحفظك والله الا المهم بغيناك غنشوفو نديرو عدنا اه بدات واه قولها اه ما دير انا نمشي عند مصر دراري ما تنساوش لايك وسبسكرايب